مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء. إن شاء الله اليوم نتابع دروس الرياضيات. كنا بفضل الله انتهينا من الدرس 6-1 اللي هو درس المساحة المحددة بمنحنى دالة وبالمحور X وبخطين رأسيين. تعالوا اليوم إن شاء الله يكون هدفنا هدف آخر، وهو إن شاء الله نصل مع بعض إلى فهم الدرس 6-2 واللي هيتكلم عن مساحة المنطقة بين المخططين البيانيين لدالتين. يعني هيكون عندنا دالة تحد المساحة من أعلى، ودالة ومخطط بياني لدالة أخرى يحد المساحة من أسفل، وخطين رأسيين X يساوي أيا كان وX يساوي عدد آخر اللي هما الخطين الرأسيين اللي بيحدان المساحة من جهة اليسار ومن جهة اليمين. طيب خلي بالنا مع بعض، إن شاء الله عاوز معاك دفترك وقلمك وآلتك الحاسبة، يعني خلي أدواتك جنبك، ولما تحتاج توقف الفيديو عشان تحل أي سؤال أوقف الفيديو وحاول تحل وتتابع معانا الحل إن شاء الله. نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. طيب خلينا الأول نبدأ بهذا السؤال اللي من الدرس 6-1. بيقول في السؤال، كلنا إن شاء الله عارفين الإجابة، عبر عن مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة F of X دالة واحدة والمحور X من أسفل، والدالة F of X هي دي الدالة F of X، وأنا عاوز المساحة دي كاملة اللي سميناها A1، والمستقيمين X يساوي سالب 2 اللي هو الخط الرأسي الأول اللي بيحد المساحة من جهة اليسار، وX يساوي 6 اللي بيحد المساحة من جهة اليمين. اكتملت حدود المساحة، الدالة F of X والمحور X والخطين الرأسيين. تفضل عبر عن هذه المساحة. ممتازين، الكل عبر فعلا بطريقة صحيحة، وكانت إجابتنا جميعا أن هذه المساحة A1 تساوي تكامل من سالب 2 إلى 6 للدالة F of X DX. طيب تعالوا سؤال آخر، عاوزين نعبر عن مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة G of X، دي الدالة G of X زي ما انت شايف، والمحور X يحد المساحة من أسفل، والخطين الرأسيين X يساوي سالب 2 وX يساوي 6. اكتملت الحدود التي الأربعة التي تحد المساحة A2. طب ازاي نجيبها نعبر عنها؟ برضو انتظرك تعبر عنها في دفترك زي ما اتفق. طيب كلنا ماشيين تمام بفضل الله، درس 6-1 مفهوم تماما، الكل عبر عن المساحة A2 تساوي تكامل من سالب 2 إلى 6 G of X DX. طيب يا شباب خلينا نفكر مع بعض الآن، لو أنا عاوز مساحة هذه المنطقة اللي بين الدالتين، شايفينها المساحة بين الدالة F مخطط البياني للدالة F of X وبين المخطط البياني للدالة G of X في الحدود من سالب 2 إلى 6، يعني أنا عاوز أعبر عن المساحة دي، كيف نجيبها الآن حسب اللي احنا جبناه؟ أكيد الكل بيقول الآن إن المساحة دي اللي خلينا نسميها A3 مثلا Area 3 ممكن نجيبها عن طريق طرح إن احنا ناخد A1 اللي هي المساحة الكبيرة، المساحة دي كلها ننقص منها هذه المساحة اللي هي A2 فينتج عندنا المساحة A3 اللي هي بين المخططين البيانيين للدالتين F of X و G of X. وده سؤالنا الثالث، لو قلت لك الآن عبر عن مساحة المنطقة المحصورة بين منحنيي الدالتين F of X و G of X باستعمال التكامل المحدود. خلينا الأول في البداية، كلنا أكيد بنفكر هذا التفكير، بنقول إن Area 3 أو A3 تساوي A1 ناقص A2، ده كلام سليم 100%،
و A1 اللي هي تكامل من سالب 2 ل 6 F of X dx، و A2 تكامل من سالب 2 إلى 6 G of X. يعني معنى كده يا شباب إن A3 ماذا تساوي؟ أسيبك تكتب اللي أنت فهمه أو اللي فهمته من خلال هذا الكلام في دفترك. تفضل اكتب، عبر عن A3. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، ممتازين فعلا. يبقى زي ما احنا شايفين أمامنا إن A3 بتساوي تكامل من سالب 2 إلى 6 F of X اللي هو التكامل الأول اللي هو يعتبر A1 يعني، ناقص التكامل الثاني اللي هو A2. يبقى كأن ده قانون أو دي الطريقة اللي هجيب بيها المساحة بين دالتين. طيب خلينا قبل ما نروح للمفهوم بتاعنا نتفق مع بعض الآن إن أنا محتاج عشان أقدر أجيب المساحة بين مخططين بيانيين لدالتين محتاج إلى وجود الدالتين في السؤال، ومحتاج إلى إكس يساوي سالب 2 وإكس يساوي 6 يعني الخطين الرأسيين. طب نفترض إن هما مش موجودين في السؤال، هنعمل إيه عشان نجيب هذه النقاط؟ ما شاء الله، سامعكم كله بيقول الآن هنساوي الدالتين ببعض عشان نطلع نقاط تقاطع الدالتين. يبقى دي من أول أو من أولى خطوات إيجاد المساحة بين دالتين، لابد نوجد إكس يساوي سالب 2 وإكس يساوي 6 لو كانوا مش مكتوبين في السؤال زي ما هنشوف بعد كده. الأسئلة دي أمامنا، الرسم موجود، فإحنا فاهمين السؤال جيدا. شيء آخر هيقابلنا أيضا، يا ترى نضع F of X الأول، طبعا في هنا باينة لأن F of X هي اللي أعلى من G of X، عشان كده لما جينا نجيب المساحة المساحة الأكبر ناقص المساحة الأصغر يبقى لابد نضع F of X ناقص G of X. طب سؤال يا شباب، طب لو واحد عكس كتب G of X ناقص F of X إيه اللي هيحصل معاه؟ تمام، سمع واحد أو بيقول بصوت عالي جدا بيقول هتطلع المساحة سالبة، والمساحة لا تكون سالبة. إذا لابد نراعي أن تكون الدالة الأكبر ناقص الدالة اللي قيمها أصغر. طيب يا شباب نبدأ الآن حل سؤالنا الأول. طب قبل السؤال نصل إلى المفهوم، مفهوم المساحة بين دالتين. لو أنا جيت قلت لك الآن أنا عندي إيريا، دي مساحة المنطقة المظللة، دي الدالة F of X ودي الدالة G of X، وعاوزين نحسب هذه المساحة من X يساوي A إلى X يساوي B، هتكون المساحة ماذا تساوي؟ طيب اكتب، كلنا كتبنا إن المساحة إذا كانت جي اوف اكس واف اوف اكس دالتين قابلتين للتكامل على الفترة المغلقة من A إلى B، وكانت اف اوف اكس أكبر من أو تساوي جي اوف اكس، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، في هذه الفترة فإن مساحة المنطقة المحصورة بين المخططين البيانيين للدالتين لابد تعطى بهذه القاعدة إن الأريا تساوي تكامل من A إلى B F of X ناقص G of X. طب ليه حط F of X ناقص G of X؟ لأن F of X أكبر من أو تساوي G of X خلال فترة التكامل. تمام؟ يبقى دي نقطة من النقاط الهامة جدا اللي لابد أن أراعيها. لكن هنا سؤال، طب افرض أنا الآن الرسم مش أمامي ولا أدري أيهما أكبر F of X أو G of X، هل ممكن التغلب على هذه النقطة؟ فعلا زي ما بتقولوا صح، ممكن نضع مطلق يعني نضع أي دالة ناقص الأخرى F of X ناقص G of X أو G of X ناقص F of X، بس بشرط نضع مطلق خارج هذا التكامل عشان يحول السالب إلى موجب. طيب خلينا نروح نحل السؤال الأول. يلا شباب كلنا الآن بنحاول، بيقول أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين المخططين البيانيين للدالتين، اداني الدالة F of X والدالة G of X. طيب أول شيء طبعا نفكر فيه فين الخطين الرأسيين، فين X تساوي و X تساوي، لابد نجيبهم إحنا.
طب نجيبهم إزاي؟ أنا أشرت إلى هذه النقطة وإحنا بنشرح المفهوم سابقاً أو في بداية الدرس والتمهيد للدرس. قلنا يا شباب لابد نجيب نقاط التقاطع بين الدالتين. يعني نعمل إيه عشان نجيبها؟ لابد نساوي الدالتين ببعض. يبقى أول شيء هنساوي الدالتين ببعض. يلا الكل يوقف الفيديو زي ما اتفقنا ويبدأ يساوي الدالتين ببعض ويحاول يطلع قيم الإكس. إكس تساوي وإكس تساوي اللي هي الخطوط الرأسية التي تحد المساحة من اليسار واليمين. ممتازين. زي ما احنا شايفين الآن أهو بدأ يعمل إيه؟ أول شيء سوى الدالتين ببعض، الدالة F of X تساوي الدالة X زائد 2 اللي هي الدالة G of X. طب ليه بيساوون ببعض؟ عشان يطلع نقاط تقاطع الدالتين عشان نقدر نجيب المساحة. بعد ما سواهم ببعض طبعا دي زي ما احنا شايفين في اكس تربيع فلابد نجعل المعادلة صفرية. أم نقل الاكس بقت سالب اكس، نقل الاتنين بقت سالب اتنين، هيبدأ يجمع الحدود المتشابهة. اكس تربيع ملهاش شبيهة تنزل زي ما هي، عندنا موجب اكس ودي سالب اكس، لما نجمعهم يبقى الإجابة صفر يعني بيروحوا مع بعض، سالب اتنين وسالب اتنين يبقى سالب اربعة يساوي صفر. هنبدأ نحلل فرق بين مربعين x ناقص 2 x زائد 2، يطلع عندنا x تساوي 2 و x تساوي سالب 2. خلي بالك، يبقى إذن الخطوط الرأسية اللي أنا عاوز المساحة بينها هي x تساوي سالب 2 و x تساوي 2. الآن نقدر نجيب المساحة، لكن خلي بالك نحتاج إن احنا نعرف مين الدالة الأكبر لو كنا هنحل من غير مطلق. أما لو هنحل بالمطلق في هذه الحالة مش محتاجين إن احنا نعرف مين فيهم الأكبر، وعلى طول نبدأ نحسب المساحة بهذه الصورة. أهو شوف معايا، مطلق تكامل من سالب 2 إلى 2 اللي هي حدود التكامل، حط F of X الأول مش مشكلة، ناقص G of X. هو مين قال له ان f of x اكبر؟ ما هو حاطط مطلق. طالما حاطط مطلق خلاص حط اي داله ناقص الاخرى، ان شاء الله حلك صحيح، لان المطلق لو احنا حطينا الاصغر قبل الاكبر هيطلع الجواب بالداخل سالب، لكن المطلق هيخليه موجب ونحن نحصل على المساحه، والمساحه لابد ان تكون موجبه، فاحنا بوضعنا للمطلق كده احنا متاكدين ان شاء الله ان الاجابه هتكون موجبه. وبدا يطرح زي ما شفنا، ضرب السالب في القوس وفك وطرح، طلع معاه اكس سكوير ناقص 4 نفس ما طلع معانا هنا. خلي بالك بدأ يكامل، اكس تربيع تبقى اكس تكعيب على 3، تلت اكس تكعيب يعني، ناقص الأربعة تكاملها 4 اكس، وبدأ يعوض ويحسب. طلعت معاه المساحة 32 على 3 وحدة مربعة، يعني وحدة مساحة. يبقى كده بفضل الله تعلمنا اليوم ازاي نجيب المساحة بين المخططين البيانيين لدالتين. تمام يا شباب، الحمد لله الدرس زي ما احنا شايفين سهل جدا. محتاجين نروح الى الكتاب المدرسي المصدر الرئيسي صفحة 70 ونحل 3 اسئلة، السؤال 1 و2 و3، وان شاء الله نلتقي في لقاء اخر لتكملة دروس الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.